نصيب ما نجم نوقف المنتخب منتخب المصري لو عند لاعب الحقيقه الواقع هذا حصل لاعب عنده كلهم لاعب خطير حاول نوقف المنتخب الاجنحه وان شاء الله عبد الرحمن زكي وهذا ضربة ركنية داخل منطقة الجزاء مدافع لاعب النادي الاهلي الركنية الكرة ملعوبة ضربة الراس كان تعرض لاصطدام وسقوط مع الدقيقة We'll be right back.